مساء الخير يا جماعة، دي آخر محاضرة لينا في التكنيكال أناليسز. يا رب يا رب يا رب يكون المنهج يعني لطيف وسهل عليكم، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقكم كلكم. والمحاضرة دي يعني يعتبر بسيطة، السايكلز مش هتاخد حاجة معاك. السايكلز أنا عايزاك فيها تفهم ده بيتم على ايه، او ايه المنطق فيها، زي ما فهمنا منطق التعامل في البيع والشراء، زي ما فهمنا منطق الاستراتيجيات اللي بتخص الاسهم الصاعده او الهابطه او السايد ويز اللي هي الافقيه او الجانبيه. بنفس المنطق عايزاك تعرف هنا بس المنطق وراء ده ايه. فبالتالي في حبه ارقام احنا طبيعي هنحفظها، هقول لكم عليها دلوقتي واحنا ماشيين، اعرف ده بيتم ازاي او ايه اللي بيأثر فيه. اعتقد الكلام مش هيبقى كتير عليك يعني، او مش هيبقى صعب يعني. فانا عندي هنا طبعا احنا شغالين في ماده التحليل الفني، طبعا كلكم عرفتوا خلاص تحليل فني. طبعا قلنا الرسمه دي ان اللور هاي اللي هي في الجزء الاحمر دي هتبقى اللور لو، لان في هنا عمل دوبليكيشن ما بين اللور هاي اند لور لوز. اوكي، دي المحاضره الاخيره للاسف. بجد متضايقة ان المنهج خلص، يعني مش عشان هو خلص بس عشان يعني اخر محاضرة وكده. تابع الفصل الرابع ده اخر فصل لينا، احنا كده اخدنا 4. هبدأ بقى اتكلم على technical analysis and cycles. خلي بالك ان انا عندي هنا technical analysis and cycles، هتلاقيه ان انت طبيعي ان انا في مراحل معينة او في دورات معينة بتأثر على technical analysis، باعتبار ان هو سلوك افراد او سلوك افراد موجودين في مجتمع. فان اي سايكل، اي دورة بتحصل في المجتمع او اي حاجة ليها شكل الدورات اللي بتحصل في المجتمع، طبيعي انها بتأثر على سلوك الافراد. فهتفهموها قوي يعني، مش صعبة. قال لي بيمكن لتحليل الفني استخدام بعض الموجات السايكلز، وبالتالي ما الذي يقصد بهذه الموجات؟ يعني ايه موجه اصلا؟ يعني ايه ان التكنيكال اناليسيس بتاثر بموجه معينه؟ بداوا يقولوا لي ان هي عباره عن عمليات بتحدث من خلال سايكلز. يعني انا ممكن ادخل ابيع او اشتري بناء على سايكل حدثت في المجتمع. طب برضو يعني ايه؟ او ان في ظواهر قد يكون لها تاثير على السعر. يبقى تاني، يبقى تكنيكال اناليسيس بتاثر بسايكلز. السايكلز دي عباره عن موجات، او ان هي ظواهر بدات تاثر لي على الاسعار. فبدا ان انا يقول لي ان في البريزيدنشال سايكل، يعني بمعنى اصح الانتخابات الرئاسيه، سوري يا جماعه الانتخابات ناقصه الف، المرتبطه بالانتخابات الرئاسيه الامريكيه والتي تتم كل 4 اعوام. خلي بالك بتاثر على التكنيكال اناليسيس جدا. دورة اقتصادية حصلت، دورة رئاسية حصلت، ده بيأثر على التكنيكال اناليسيس. يهمني هنا انها بتتم كل قد ايه، كل 4 اعوام، دي تجيلك صح وغلط. يهمني ان انا عندي هنا البريزيدنشال سايكل، ان انت تعرف ان احد انواع السايكل هي البريزيدنشال سايكل، او بمعنى اصح الانتخابات الرئاسية او الدورات الرئاسية. تاني حاجة ديساينال سايكل، بمعنى انها بتتم كل 10 سنوات. في دورات بتتم كل 10 سنوات، يعني هي دي ترجمتها انها كل 10، هي ملهاش ترجمه زي الريزيدنشال. بعد كده او 18 سنه تلاقي السوق بيتاثر كل 10 او كل 18 سنه. طب ايه هو بيتاثر كده؟ او حاجه اسمها الكونديراتيف ويف. كونديراتيف هي عباره عن نفس المقابله ليها، كل 18 سنه او كل 10 سنين. فخلي بالك انا يهمني انك تعرف ان الريزيدنشال بتستمر بيبقى كل 4 سنين، الديساينال كل 10 او كل 18، وبتسمى بالكونديراتيف ويفز. اوكي، ما اعتقدش ان دول يجي لكم ترجمه لان الكتابه صعبه، يعني يجي لكم بس في صح وغلط او اكمل. اوكي، بعد كده التكنيكال سايكل او التكنيكال اناليسيس اند سايكلز بدا يقول لي ان في نظريه بتعرف باسم موجات اليوت، او اسمها اليوت ويف ثيوري. نظريه بتعتمد على ايه؟ بيقول لك ان السوق المالي بيمكن ربطه ووصفه من خلال الارتباط الحادث ما بين الدورات والتي قد تتراوح ما بين سب مينتس او سنتشوريز. يعني ان انا اقدر اشرح كل اللي بيحصل في السوق ده لو انا ربطته او وصفته بارتباطات او بانعكاسات او بتاثيرات على حركات الاسعار كانت سببها الدورات اللي حصلت في المجتمع، زي الريزيدنشال، زي الديساين، زي الكونديراتيف ويفز. فبيقول لي هنا ان انا عندي، طيب
هي الدورات دي ممكن تبقى قد ايه؟ ممكن تبقى سب مينتس، جزء من الثانية. حصل اي معلومة جت في المجتمع دلوقتي عملت لي قلبان في المجتمع، خلي بالك السايكل، ان في تقلب في المجتمع بيحصل، في انتقال من حاجة لحاجة. لما تبقى البريزدنشال، في رئيس هيمسك مكان رئيس، او في رئيس محبوب بالنسبة للناس، رئيس مكروه بالنسبة للناس، ده بيسمع معاهم. فتبقى سب مينتس او سب سنتشوريز، او بمعنى اصح بتوصل الى قرون. تمام. عند الحديث عن موجات اليوت، وده اللي يهمني، يجب العلم بانها بتقرر ان الاسعار علشان تعلى لازم تاخد 5 مراحل او 5 موجات. يعني تفضل تطلع 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 ب5 تحركات وتهبط في 3 موجات. يعني تلاقيها وهي طالعه طلعت على 5 مراحل، وهي نازله نزلت على 3 موجات. حجم هذه الموجات بيتحدد من خلال نسب بتسمى نسب فيبوناتشي. فيبوناتشي دي نسب معينة بتضرب في السعر اللي وصل له السهم، يديك الرقم المتوقع الحصول عليه، او اللي هو عبارة عن زي مكتوب عند حضرتك كده، ولقيت تستخدم في التعرف على التارجت برايس. يبقى بيقول لي تاني ان انا عندي في موجات اسمها موجات إيليت، بتقول لي ان انا اقدر اوصف التحركات اللي بتحصل في المجتمع كلها لو انا ربطت الدورات اللي حصلت او التغيرات اللي حصلت ما بين بالدورات الاقتصادية، تمام، او سوري، بالدورات اللي حصلت في المجتمع، والتي قد تتراوح ما بين دقائق او اقل من جزء من الدقيقه، او قد تصل الى قرون. وعند الحديث عن موجات إيليت، فيجب العلم بانها بتقرر بان الاسعار، يهمني تعرف هي طلعت في كام موجه ونزلت في كام موجه، 5 امواج في الصعود عشان تصعد، و3 امواج في الهبوط. وببدا ان انا احدد الحجم هذه الامواج بان انا اعرفها من خلال نسب فيبوناتشي، وبالتالي بتستخدم في التعرف على البرايس تارجت. طيب اخر نقطه عندي، التداخل ما بين الاسواق الماليه. واضح جدا عند حضراتكم التداخل اللي حصل، تمام، وزي ما عملت ريسيرش عن الحته دي ان انا عندي في تداخل ما بين الاسواق، او ان انت عملت تقرير ريبورت بتاع قناه الحكايه او برنامج الحكايه اهو. يمكن القول بان الاسواق الماليه بها تداخل، خلي بالك اي حد ممكن يجي يقول لك اي كلام تصدقه، لكن انت اللي انت عملته بايديك او اللي انت شفته بنفسك هو فعلا بيدل ان في تداخل. فيمكن التعرف على هذا التداخل من خلال التحليل الفني، او بمعنى اصح من خلال حركات الاسعار. وبالتالي بدات ان انت تبص على العلاقات اللي بتحدث وبتاثر على اسعار سواء الاسهم او السندات. يبقى تاني، يبقى في تداخل ما بينه وما بين الدول، ما في عولمه، الجلوبلايزيشن، هو ده اللي بيبدا يدي فيه نوع من العلاقات، ان في شيء حصل في مصر اثر في امريكا، حصل في امريكا اثر في مصر، في ايطاليا اثر في مصر، وهكذا. فبدا ان يبقى في علاقات بتاثر على الدوله دي او على الدول وبعضها البعض، وبتاثر على اسعار الاسهم والسندات. وبالتالي عند التعرف على سوق عن قرب او القيام بتحليله، فلا بد من التعرف على العلاقات المتداخله ما بين هذا السوق والاسواق الاخرى. يعني حضرتك عايز تحلل سوق عن قرب وليكن سوق مصر، لازم تحلله، علشان تحلله يعني لازم تتعرف على علاقته المتداخله بالسوق والاسواق الاخرى. يعني جوه السوق ده متداخل مع مين، وبره السوق هو متداخل مع مين. وده اللي حصل برضو في التقرير اللي حضراتكم عملتوه. بدات ان انت تشوف سعر النفط في الدول المختلفة بيتأثر ازاي، وبدأت بناء عليه تقول لي لا، ده دولة واحد بتهاجم دولة اتنين، او بسبب ان دولة اتنين بتؤثر على دولة تلاتة، او بسبب ان واحد بتتدخل في شؤون تلاتة. بغض النظر ان انا عندي هنا في تداخل في العلاقات، اقدر ان انا اتعرف عن السوق دوت من خلال ان انا اعرف علاقاته الموجودة جوه السوق وعلاقاته مع الاسواق الاخرى، او درجة تأثره بيهم يعني. فبدأ يقول لي ان ده ممكن يتم من ايه؟ احنا قلنا هنتعرف على العلاقات المتداخله اللي بتاثر على الاسواق وبعض، او ان انا اعرف العلاقات جوه السوق الاول. اطلع حتى اكتر، اتعرف على العلاقات المتداخله اللي بتاثر على الاسواق وبعضها. بعد كده بحدد فئات الاصول اللي بتتفوق جوه السوق. يعني مثلا انا دلوقتي عايز ادرس سوق مصر، فببدا اتعرف على العلاقات المتداخله جوه سوق مصر، تمام، ببدا اتعرف على العلاقات المتداخله بره سوق مصر، تمام. طيب بحدد الأصول، فئات الأصول اللي بتتفوق على الآخر. يعني لو أنا مصر بستثمر في أسهم وسندات، ممكن تكون الأسهم أعلى، تمام، فأنا حددت كده فئة الأصول اللي بتتفوق على الأخرى. بعدها، بعد تحديد فئات الأصول الأكثر جاذبية، يبقى أنا بحدد فئات الأصول الأكثر جاذبية، بحدد الأصول اللي بتؤثر على الأخرى أو بتتفوق على الأخرى، حتى يمكن عمل تحليل يخليني أنسب إحداهما للأخرى. يعني أقول ان انا عندي الاكثر جاذبيه دي او الاكثر تفوقا، انسب حاجه ليها عن طريق الريلاتيف سترينث اناليسيس. يعني لما اقول ان الاسهم قويه،
يبقى لما انسب حاجه للاسهم يبقى بنسب الشيء الضعيف الى القوي، والتعرف على الاصول التي تفوق الاخرى، وبالتالي مقارنه اداء سوق باخر او صناعه باخرى او مع الاسواق العالميه. يبقى تاني، يبقى في تداخل ما بين الاسواق، ببدا اتعرف على التداخل ما بين الاسواق عن طريق ان انا اتعرف على العلاقات ما بين الاسواق، ببدا ان انا اتعرف على الحاجات دي من خلال ان انا بدات اتعرف على كده. المنهج خلص وان شاء الله بالتوفيق وربنا معاكم، انتوا تعبتوا ومعلش ما تتعبوا اكتر عن ان انتوا تقدروا تحصلوا الفيديو، بس ان شاء الله يعني تعبكم مقدر ومجهودكم مقدر، وبجد ميرسي جدا وربنا معاكم، ما اقدرش اقول اكتر من كده. ميرسي قوي. كان معاكم دكتور سمير، شكرا جدا.